بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. الحد الاول من شهر هطور بتقرا لنا في الكنيسه هذا الفصل اللي سمعناه، وهو مثل الزارع والزرع الجيد او انواع التربه المختلفه. وبتكرر لنا الكنيسه قرايه المثل ده في الاسبوع الثاني، ايضا الاسبوع اللي جاي بنعمه ربنا، لأن شهر هطور شهر معروف في مصر أنه شهر الزراعة. وبالتالي الكنيسة عايزة تحول فكرنا من الزرع النباتي للزرع الروحي. نحن نعيش نستفيد من الأمور اللي حوالينا بالتأمل أنها تتحول إلى حياة روحية. ونلاقي المثل ده مثل مشهور، وعشان كده التلاميذ من محبتهم لهذا المثل والمسيح للمجد أعطاهم المعاني الروحية بتاعته ذكروه في الأناجيل الثلاثة الأولى. يعني النهاردة قريناه من إنجيل لوقا 8، المرة الجاية هيبقى من متى 13، ومذكور أيضا في مرقس 4. فسيد المسيح متعود أنه يدي دروس روحية جميلة للكنيسة ممثلة في التلاميذ وفي الجموع، بيشرح فيها أمور روحية يريد أن يأصلها فينا عشان يهيئنا للملكوت الأبدي. ففي أمثلة بتشرح عمل النعمة في الإنسان، زي مثل الخميرة أو مثل حبة الخردل، تلاقوها كلها نمت كبرت وانتشرت بعمل النعمة وما فيش فيها مجهود بشري. في أمثلة تانية مثل زي مثل الحنطة والزوان، تلاقيه بيتكلم فيه عن محاربة الشيطان لعمل الله. فعدو الخير يقول كده عدو، وفي من ناس نيام جه وزرع زوان في وسط الحنطة. والمثل بتاع النهاردة مثل الزارع، ده مثل بقى يتعلق بطبيعة الإنسان اللي هو هيستقبل عمل ربنا فيه، ويتعلق بنوعية الإنسان ومدى قبوله لعمل ربنا فيه. فعشان كده في هذا المثل نلاقيه بيشرح أنواع كثيرة من الأرض، أربع أنواع استقبلت البزار. الزرع واحد اللي هو المسيح للمجد، والبزار هي نفس البزار اللي هي كلمة الله، لكن الأرض اللي وقعت عليها هي اللي بتختلف، وبالتالي اختلفت في الإنتاج بتاعها. في أرض مدوسة اللي هي الطريق، وفي أرض محجرة يدوبك فيها طبقة تربة خفيفة على السطح لكن ملهاش عمق لأنها صخرية، وفي أرض فيها شوك مجرد النبات يطلع بيتخنق الشوك ياخد الغذاء بتاعه. والنوع الجيد ده أرض جيدة عطت ثمار 30 و60 و100. فالزارع زي ما قلنا هو المسيح، والبذرة هي كلمة ربنا. فكلمة ربنا بتصل لنا كلنا، محدش يقدر يقول مش بتصل ليا البزار عشان تأتي بثمر، ما عندناش هذا العذر. فكلمة ربنا بنسمعها في الكتاب المقدس، بنقراها فيه، بنسمعها في قراءات كنسية في القداسات وكل الأسرار، ممكن تسمعها في مقابلة خادم أو في افتقاد. المهم أي مصدر بتوصلك كلمة ربنا، وبالتالي بتوصلك الرسالة الإلهية اللي ربنا عايزها أو عايزك تعيش فيها. فعشان كده المهم يبقى السؤال، ما دام كلمة ربنا بتوصلك يبقى هل مفعولها موجود في حياتك ولا لا؟ هل مفعولها بتشعر بيه وبتعيشه، ولا كلمة ربنا كلمة عابرة وما بتستفدش منها؟ حب أتأمل معاكم في نوع من أنواع الأرض الأربعة، وهو النوع الثاني، الأرض المحجرة اللي فيها يدوبك طبقة كده من التربة لكن ملهاش أصل، ملهاش عمق يعني. فبيقول كده إذ لم يكن له أصل جف، يعني البذرة ما وقعت على الصخر طلعت نبات حالا، بس طلعت نبات صغير معرفش يكمل لأن ملوش جذور في الصخر ده، وبالتالي جف واحترق بعد كده. وفي إنجيل متى يقول نفس الكلام، يقول لما نبت جف لأنه لم تكن له تربة. ده بيمثل كتير من الناس يبدأوا حياتهم الروحية مع الله ما يستمروش فيها،
النبات بدأ نبت حالا لكن ما عرفش يكمل وفي الآخر احترق. يبدأوا بحرارة وبعدين يبردوا ويسيبوا محبتهم الأولى لربنا ويبدأوا يخشوا في حالة فتور للأسف. فالنوع ده من الأرض بدأ بداية طيبة نبت حالا، وقال عنه سيد المسيح أنه النوع اللي بيسمع الكلمة وبيقبلها بسرعة بفرح، لكن بعد كده جف ويقول مرة تانية احترق. ليه؟ ملوش أصل في ذاته، ملوش عمق في الأرض. فالنوع ده من الناس بيبقى نوع هوائي ملوش عمق صلة بربنا، كل ممارساته الروحية سطحية، عشان كده مش بيستمر وبالتالي بيجف، مع أنه ممكن يكون سمع كلمة كتير وقبلها بفرح. دول عاملين زي المثل اللي قالوا أو الناس اللي اتكلم عنهم معلمنا بولس الرسول، قال كثيرين ممن كنت أذكرهم لكم مرارا، يعني كنت بتكلمكم عنهم إن هم أمثلة حلوة، الآن أذكرهم باكيا وصاروا أعداء صليب المسيح. يعني سمعوا الكلمة وقبلوها ودخلوا بقوا مساعدين لمعلمنا بولس الرسول في الخدمة، لكن للأسف ما كملوش لأن ما لهمش عمق في محبتهم لربنا. فأمنوا وخدموا وقبلوا، لكن زي ديماس كده قال ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر، فنبت قليلا وملوش أصل فعشان كده جف. كلنا نعرف في الزراعة أن أشجار كتير بيبقى ليها جذور بتبقى عميقة أوي في الأرض زي النخيل كده، النخلة، فالنخلة بتطلع طويلة أوي فبيبقى ليها جذور عميقة في الأرض تبتدي تغذيها وبتدي تحمل الشجرة، يعني الشجرة بتبقى محمولة على الجذور ديت، لو مفيش جذور عميقة النخلة متقدرش تثبت في الأرض وبالتالي بتتغذى وبالتالي بتدي الثمر. فالجذور القوية تخلي الشجرة تقدر تقف قدام صدمات الهواء والريح والعواصف وتبقى شديدة وما تمل، يعني ما تتكسرش أو تقع. لكن الأعشاب الصغيرة اللي ملهاش جذور تلاقيها يعني بتعيش فترة صغيرة وبعد كده بتدبل بسرعة. عشان كده السؤال بتاعنا، إيه هي الجذور العميقة في حياتك الروحية؟ إيه هي الجذور العميقة في حياتك الروحية اللي تربطك بالله بحيث ما تجفش في يوم من الأيام، أو حياتك الروحية تفطر وترجع لورا؟ ناس كتير بيتحركوا في الحياة الروحية وربما داخل الكنيسة وأحيانا جوه الخدمة ومش بتربطهم بربنا أي محبة. عشان كده الجدر الأولاني اللي يربطنا بالله بقوة هو الحب من أعماق القلب. بتحب الله من قلبك ولا لا؟ فالواحد تلاقي يعني عايش اسمه بيصلي وبيصوم لكن ما عندوش محبة حقيقية لربنا، ويعني يمشي عليهم الكلام اللي قاله الوحي الإلهي في سفر أشعياء، يقول هذا الشعب اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. يكرمني بشفتيه دي عاملة زي النبات اللي طلع فوق وش الأرض، وقلبه مبتعد يعني ما عندوش جذور تربطه بالله. فناس كتير بيصلوا لكن قلبهم بعيد عن ربنا، ويبقى ربنا رافض مثل هذه الصلوات، ما فيهاش محبة وما فيهاش إحساس بالله. يقول حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكسرتم الصلاة لا أسمع. حاجة صعبة. ليه؟ أيديكم مليانة دما، ما فيش عنده أصل حب لربنا وبالتالي جف وبيستمرش في حياة الصلاة. فللأسف ياما في ناس بتجف وهي جوه الكنيسة، وممكن يكون له خدمة وله أنشطة وله اسمه وله شهرته لكن ملوش أصل من الحب القوي اللي بيربطه بربنا. عشان كده ممكن لما تسمع عن نشاطه وتسمع عن خدمته وتشوفه في الكنيسة باستمرار مواظب على الاجتماعات والقداسات تعجب بيه،
لكن تحتك بي او اصطدمت بي تلاقي عاملك بعنف هتتعجب منه وتقول ازاي ده بتاع الكنيسة ويطلع منه الكلام ده ويبتدي صوته يعلى ويغلط في الكلام. فإنسان بيجف للأسف حتى وهو في الكنيسة. مثال لكده ابنة يايروس. ابنة يايروس ماتت وهي في بيت أبوها، يعني ده إشارة الإنسان ممكن يبقى ميت روحيا واسمه جوه الكنيسة. الابن الضال كان في بيت أبوه لكن ما كانش عنده الجذور اللي تخليه يستمر في الخدمة الحقيقية، يعني راح قال لأبوه أنا بخدمك سنين عديدة وما ادتنيش جدي عشان أفرح بيه مع أصحابي. يعني بيتهم أبوه بالبخل، بيتهم أبوه بالظلم، فكان هو في الظاهر بيخدم أبوه لكن قلبه بعيد عنه تمام. فعشان كده من أهمية محبة القلب ربنا يقول لنا يا ابني أعطيني قلبك. نقول له ليه يا رب اشمعنى القلب؟ يقول عشان القلب ده اللي فيه الجذور تمتد وتنتشر وتبتدي تمد حياتك من بره وتمد ممارساتك وتبقى حياتك فيها العمق، وبالتالي ما يحصلش هذا الجفاف. فكتير من المؤمنين للأسف عندهم منظر من بره لكن ما فيش جذور يعني تمتص من القلب الحب وتبتدي ترسله للفروع اللي هي ممارساتك اللي انت بتعيشها من بره. عشان كده المسيح له المجد يقول لنا من القلب تخرج الصالحات، او القلب الصالح يخرج الصلاح. فانت ابتدي اسأل نفسك ايه هي المحبة الالهية اللي موجودة في قلبك اللي تخليك تصلي بمحبة وتخليك تصوم بحب، تخليك يبقى ليك تأملات كلها عمق ومليانة حب، خدمتك تبقى بحب وتعاملاتك مع الناس مليانة بالحب. فده أول جدر مهم يخلي الإنسان لا يجف في حياته الروحية، وهي محبتنا الحقيقية لربنا. جدر تاني يربطنا بربنا عشان لا تجف في حياتنا الروحية، وهو جدر الإيمان. عشان بيسموه الآباء أصل من الأصول القوية اللي تحفظ الحياة الروحية، هو إيمانك القوي بوجود الله في حياتك. يعني أنت دخلت الكنيسة وأنت طفل صغير، دخلتها على إيمان الوالد والوالدة، إيمان والديك، لكن يا ترى الإيمان ده بقى تحول إلى حياة شخصية وإلى اختبار وإلى ثقة في وجود ربنا في حياتك، ولا لسه لغاية دلوقتي الإيمان الشخصي مش موجود وانت عايش برضو على ايمان والديك، مجرد طلعت لقيت نفسك كده انسان مسيحي؟ فان كان عندك الايمان القوي العملي لا يمكن هتقدر او يصيبك الجفاف او البرودة او الفتور الروحي. عشان كده داود النبي يقول ان صرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. ايمان، عنده ايمان قوي، جدر قوي، فمده بالسلام والاطمئنان لوجود ربنا في حياته. فأنا أؤمن أن ربنا في حياتي، وبالتالي ما أخافش أن أنا أضعف أو أسقط، لأن حتى إذا سقط نعمة ربنا جوانا تساعدنا على القيام مرة أخرى. كنا نفتكر معلمنا بطرس الرسول لما أنكر أو وقع في خطية الإنكار، وقع فيها عن ضعف وليس عن خيانة، سب ولعن وقال لا أعرف الرجل، لكن بعد سقوطه وحس بالسقوط بتاعه بكى بكاء مرا. ليه؟ لأن كان عنده هذا الجدر، جدر الإيمان. قال للمسيح أنت المسيح ابن الله الحي. فإيمانه ده الجدر القوي مده بالدموع ومده بالتوبة، وقام بطرس الرسول ورجع إلى رسوليته مرة أخرى. عنده جدر قوي اسمه الإيمان. والشخص اللي له أصل وله هذا الجدر يقول كده بكل يعني ثقة: لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة الرب نور لي. فلكن اللي ملوش هذا الأصل، أصل الإيمان، تلاقيه إذا تعرض بقى لأي ضيقة أو اضطهاد أو مشكلة أو تجربة في حياته يعني يعصر ويبتدي يفقد إيمانه.
فالإيمان أحبائي جدر قوي، هو اللي هيعلمنا حياة الفضيلة، لأنه هو اللي هيدينا الاقتناع أصلا بالحياة الروحية. فتبتدي تجاهد من أجل الفضائل، متبقاش الفضائل كده أمور مثالية أو خيالية، لكن تشعر أنها تمتع حقيقي بالله في حياتك. فالإنسان اللي يتمسك بكرامته الشخصية، يعني تبص تلاقيه إذا حد لمس كده كرامته يبتدي يثور يبتدي يغضب، لكن اللي يبقى عنده إيمان بالفضائل زي الاتضاع والتسامح، فتلاقيه على طول بهذه الفضيلة يبتدي يحتمل الآخرين. الإيمان بقيمة المغفرة، إنك لما تغفر للناس أنت بتكسبهم وبتكسب نفسك، لأن ما غفرتش لغيرك مش هيتغفر ليك. فيبقى عنده إيمان إن المغفرة أفضل من الحقد، عنده إيمان إن التسامح أفضل من الانتقام. هل عندنا هذه المثاليات أو هذا الإيمان؟ تشعر إن الاحتمال وتطول بالك أحسن من الغضب، حد يكلمك كلمة تسور في الحال، لكن لو تحتمل وتخش في حوار هادي تبتدي تكسب اللي قدامك. فاللي بيصور ويغلط ده إيمانه إيمان نظري، إيمان عقلي لا جدر له في القلب. الجدر الثالث والأخير أحب أقوله، اللي يخلي الحياة الروحية لا تجف بعد الحب والإيمان، هو تواضع القلب. يعني تبص تلاقي الإنسان مهما ارتفع في مركزه، مهما ارتفع في شعبيته وفي قيمته قدام الناس، تلاقي التواضع هو اللي بيحميه. ليه؟ عنده انسحاق من جوه، يقول للنفس يا نفس ما تنسيش نفسك، اوعى تفتكر الكرامات والهيصة اللي بتاخديها من بره دي حقيقة، ده انت مجرد تراب ورماد مهما ارتفعتي. فده انسان فعلا عنده هذا الاصل، اصل التواضع، عنده جدر قوي يخليه لا يقع فيه التشامخ او الاحساس بالعظمة. فاللي بيهتم بجدر التواضع ممكن ايضا لو تعرض لموقف فيه غضب فتبص تلاقي يعني واحد ما عندوش هذا الجدر تلاقي يكبت الغضب، يقول لك مش عايز اغضب قدام الناس كده ويتقال عليا كلامنا مش روحاني، يبتدي يكبت، ممكن ما يطلعش الفاظ جرحة ويحاول يظبط اعصابه، لكن تلاقي قلبه من جوه فيه ثورة وفيه سخط، نفسه يعني ينتقم. فسكوت الانسان ده يعني مهوش عن اصل، ولكنه ممكن في وقت معين يحصل انفجار. ليه؟ ما عندوش هذا الجدر، جدر الاتضاع ولا الحب ولا الاحتمال، عشان كده ممكن يقع. ممكن انسان تاني تلاقيه قدامنا صامت وقليل الكلام، ولكن قلبه من جوه مليان بالافكار والكلام الكتير، فهو صحيح من بره يعني منع لسانه من الكلام الغلط، لكن في قلبه موجود فيه أفكار وكلام كتير غلط. مين يعرف اللي في قلبه؟ الله فاحص القلوب والكلى. يبقى هو حفظ لسانه من الخطأ، لكن لم يحفظ قلبه من الأفكار الخاطئة. فجذر التواضع يخليه يعرف أنه يبقى الداخل زي الخارج بالضبط. ربنا دينا أحبائي نحن نطلب ربنا يأصل فينا هذه الجذور، فتكون لينا أعماق روحية تثبت حياتنا الروحية بالحب وبالإيمان وبالاتضاع، فتأتي أرضنا بثمار كثيرة لإلهنا المجد للأبد. أمين.